أنشطة هادفة ومنوعة يقدمها المركز المجتمعي للأطفال في جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمدينة خان شيخون، حيث يهدف المركز لدعم وترفيه الأطفال ضمن برنامج حماية الطفولة من الاستغلال والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. بنعطي للأطفال هون مهارات، بنعلمهم أنشطة، هالأنشطة هاي بتكون دعم لهم بالحياة وهادفة، وبالأخص يعني بهالظروف هاي عم نعلمهم ثقة بالنفس، عم نعلمهم كتير عن التنمر، عن مخلفات الحرب. هلأ المركز هون بيقدم للأطفال جلسات توعية وبيقدم لهم أنشطة هادفة. هلأ الجلسات التوعية بتتضمن مثل مثلا تحرش، مثل مخلفات حرب، بناء الثقة، تقدير الذات، كل هدول الشغلات بيقدم لهم اياهم المركز، ونحن بنخلي الاطفال يكسبوا ثقه انه يوثقوا فينا. مثلا اذا طفل عنده شيء حابب يحكي فبيحكي، هو مرتاح بيكون عنده ثقه فينا. نحن بنعمل لهم مثل مساحه امنه لحتى يقدروا يفرغوا طاقه، لحتى نحن نقدر نكتشف شخصياتهم. هلا نحن الانشطه دائما بتكون انشطه هادفه، في عنا شيء لحتى اسمه معرفه الذات، اللي هي بنرسم اصابعنا، كل اصبع بنكتب شغله فيها بنحبها او شيء بنكرهه. في عنا نحن انشطه حتى بنكتشف عندهم مواهب كثير، هيك شغلات حلوه مثل الرسم، في عنا مواهب غناء، في عالم تعرف عندها اناشيد دينيه او هيك شغلات. ويعمل المركز على اقامه انشطه الدعم النفسي لبناء ثقه متبادله وتواصل فعال ودعم ركائز الاسره. نحن عم ناخذ كل يوم، كل اثنين وخميس، عن الرسم وعن وضد التنمر، عم ناخذ يعني كل شيء، يعني مثل كانه بيتنا الثاني هون، يعني وهون ما بنخجل ولا شيء. تمام، عم نتعلم شغلات حلوه وعم نرسم وعم ناخذ هدايا وبيساعدونا الدعم النفسي، بيرسمونا كمان شغلات وبيعطونا شغلات بتفيد بالعقل وبيعطونا كمان ضد التنمر والثقه بالنفس. انا حبيت الرسم، عم نرسم كثير شغلات حلوه، عم نستلم هدايا. تعلمنا هون الرسم والآداب، وكمان تعلمنا عدم التنمر. حبيت المسابقات والألعاب وبيعطونا هدايا. أنشطة هادفة يقوم بها فريق الدعم النفسي في المركز ضمن سلسلة من الأنشطة تدعم الطفل وتمكنه من الدمج بالمجتمع. حسام الشاب، الإخبارية السورية، ريف محافظة إدلب.